أصدر نادي الأهلي بيانا رسميا كشف من خلاله نيته في عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة لقاء القمة مؤكدا كذلك احترامه للرؤية الأمنية رواد تويتر تفاعلوا مع البيان فمنهم هذا التعليق الذي قال نحترم الرؤية الأمنية ولن نخوض أي مباراة في الدوري قبل إقامة لقاء القمة وعليه فإن جماهير الأهل عامة وصوت الأهل خاصة يعلنون تأييدهم الكامل لقرار وبيان مجلس إدارتنا فيما يرون فيه الأصلح في تغريدة أخرى بيان الاهلي طبيعي جدا، نادي كبير لديه شعبيه وجماهيريه جارفه ولديه التزامات كبيره تتطلب منه ان يبحث عن حقوقه طوال الوقت والاهلي والكابتن محمود الخطيب لا يعرف سوى الهدوء والادب والحكمه كالعاده. مغرد اخر قال قرار عظيم يليق باسم النادي الاهلي وفي تعليق اخر الاهلي فوق الجميع، الاهلي قلعه الرموز مع قرار الاهلي.